أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنني كثير الخوف من الانتكاس قبل الموت، فأرجو أن تدلني على الوسائل التي تعينني على الثبات على الحق حتى الممات. الخوف من الفتن هذا شيء طيب، لكن لا يزيد عليك الخوف، لأن بعض الناس يزيد عليه الخوف حتى يبلغ الوسواس والعياذ بالله، يتسلط عليه الشيطان. فالخوف المعتدل أنك تخاف من الفتن وتتجنبها وتسأل الله الثبات، هذا طيب، لكن لا تجعل الخوف يزيد عليك حتى يبلغ الوساوس ويتسلط عليك الشيطان. نعم.